استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم موراي أوشينكلوس على هامش معرض ومؤتمر إيجيبس 2024. أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجال التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، كما أشار إلى التساقي وتوافق الرؤى بين الجانبين فيما يتعلق بالتحول العادل للطاقة، وتطلع مصر لتعزيز التعاون القادم مع الشركة البريطانية خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لتعظيم استفادة الدولة من مواردها لصالح الأجيال الحالية والقادمة. من جانبه أشاد أوشينكلوس بالنهج المصري المتوازن لتطوير قطاع الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة استغلالا للإمكانات المصرية الكبيرة في هذا المجال.